نتابع هذا الموضوع مع مراسلنا من أربيل مصطفى السامرائي. مرحبا بك يا مصطفى. أصوات انفجارات في محيط مطار أربيل فهمت على أنها حادث أو استهداف، وسرعان ما نفت السلطات في أربيل. ما الذي جرى بالتحديد؟ نعم، تحية لك ولجميع المشاهدين. بالتأكيد هذه المناطق ومنطقة مطار أربيل تحديدا تضم قاعدة لقوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية. هذه القاعدة دائما ما تستخدم لأغراض التدريب ونقل القطاعات العسكرية الأمريكية وقوات التحالف الموجودة هي باتفاق مع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. بين الحين والآخر تحدث تدريبات في قاعدة مطار أربيل وقاعدة حرير التي ايضا تضم قطاعات قوات التحالف الدولي والقوات الامريكيه. هذه التدريبات يعني تحدث بشكل مستمر وبين فتره واخرى من قبل قوات التحالف الموجوده هنا. فيما يتعلق بمطار اربيل الدولي، الرحلات الجويه المدنيه مستمره وبشكل طبيعي، ولم تؤجل اي رحلات خلال الساعات القليله الماضيه. اداره مطار اربيل اكدت ان هذه الرحلات مستمرة ومتواصلة مع الخطوط الجوية العراقية الموجودة هنا، وكذلك بقية الطيران المدني القادم إلى مطار أربيل الدولي. ما شعر وما لمس هو فقط إطلاقات خفيفة للتمرين المتواصل والتمرين الليلي الذي تقوم به قوات التحالف، وبعض التدريبات من خلال هبوط الطائرات المروحية وكذلك بعض طائرات التحالف التي دائما ما تصل إلى مطار أربيل الدولي. ما يتعلق بالجانب الأمني، فالجانب الأمني هنا مستتب وبشكل كبير جدا، ولم تسجل اي خروقات امنيه سواء استهداف لقواعد التحالف الدولي الموجوده في اقليم كردستان او حتى القوات الامنيه الموجوده في اقليم كردستان. فيما لو استفهمتم يا مصطفى عن طبيعه هذه التدريبات او المناورات، اسبابها ولما في هذا التوقيت، وهل تاتي ضمن الخشيه ربما من محاولة استهداف هذه القواعد مرة أخرى كما في السابق بسبب تطورات الأحداث؟ يعني الأحداث الموجودة في المنطقة سواء في العراق ولبنان وسوريا وفي هذه الدول تتطلب تأهبا من قوات التحالف الموجودة سواء في إقليم كردستان أو في بقية المناطق العراقية، وبالتالي التدريبات التي تجري في قاعدة عين الأسد هي تدريبات أيضا تجري مشابهة لها في قواعد التحالف الدولي الموجودة في إقليم كردستان، وذلك يأتي بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. ولم تسجل كما ذكرنا أي خروقات أو استهدافات خلال الساعات القليلة الماضية باتجاه القواعد العسكرية الموجودة في الإقليم والمناطق القريبة أيضا حتى من إقليم كردستان. لكن التحالف الدولي والطائرات والطلعات مستمرة خشية ربما استهداف هذه القواعد الموجودة سواء في الإقليم أو المناطق القريبة من الإقليم. التواصل مستمر يا مصطفى بين مسؤولي إقليم كردستان والمسؤولين في الحكومة الاتحادية. زيارات تمت في وقت سابق، بضمنها زيارات لمسؤولين أمنيين رفيعي المستوى. هل ثمة تطمينات ربما حصلت عليها حكومة الإقليم بعدم التعرض للقواعد الأمريكية مجددا كما حدث في وقت سابق؟ يعني كما ذكرت انه الزيارات المتبادله مستمره سواء المستشار الامن القومي قاسم الأعرجي او وزير الداخليه وكذلك رئيس حكومه اقليم كردستان وكل القيادات الامنيه الموجوده سواء في اقليم كردستان او في الحكومه الاتحاديه. الجميع يسعى الى تهدئه الاوضاع في المناطق القريبه من اقليم كردستان وعدم استهداف القواعد العسكريه سواء في داخل الاقليم او المناطق القريبه من الاقليم. هناك تطمينات من المركز باتجاه اقليم كردستان يعني عدم السماح لتكرار هذه الهجمات التي تحصل يعني ما بين الحين والاخر باتجاه القواعد العسكريه، خصوصا مع التوترات التي تشهدها المنطقه. ايضا الدعوات هنا تصاعدت الى ضروره ابعاد اقليم كردستان وكل المناطق العراقيه عن الصراع الدائر في اقليم كردستان، او عفوا عن الصراع الدائر في دول المنطقه. وكذلك من الضروري جدا عدم استهداف المناطق الآمنة والمناطق المأهولة بالسكان بأي هجمات تحدث لاستهداف قواعد التحالف أو القوات الأمريكية الموجودة سواء في الإقليم أو المناطق القريبة أو المناطق خارج إقليم كردستان. هذه التطمينات يا مصطفى، هل تعتقد أنها قد تضاعفت جراعها ربما سيما بعد زيارة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى الإقليم؟
يعني بالتأكيد كان هذه من أهم النقاط اللي بحثها الرئيس الإيراني خلال زيارته إلى أقليم كردستان ولقاء بزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني وكذلك رئيس أقليم كردستان جرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني. كل هذه النقاط يعني وضعت على طاولة الحوار والدعوات التي يعني وجهتها حكومة أقليم كردستان إلى الرئيس الإيراني بضرورة إبعاد أقليم كردستان عن الاستهدافات التي يعني تحصل ما بين الحين والآخر وكذلك الاستهدافات التي حصلت في وقت سابق إلى أقليم كردستان وطالت المدنيين والقواعد يعني لم تطل أي مؤسسات أمنية أو استخبارية لجهات خارجية كما وصفت في بيانات سابقة. التأكيدات هنا في أقليم كردستان أن جميع الأهداف التي استهدفت في وقت سابق هي طالت يعني مناطق مأهولة بالسكان ومناطق مدنية وغير تابعة لأي جهة خارجية من خارج إقليم كردستان أو حتى للموساد الإسرائيلي كما وصفتها بعض البيانات التي تم من خلالها استهداف إقليم كردستان في الفترات السابقة. من أربيل كنت معي مباشرة مراسلنا مصطفى السمرائي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات.